البترول خلاص ما كانش، الدراهم ما كانش، دراهم لا يدخلون لنا البترول إلا قدرنا نخلصوا بهم المطفين ولا عمر نملح. يتحدث أحد البرلمانيين عن 1500 مليار دولار أنفقت، من أين يعني أين ذهبت؟ سبحان الله، هل يعقل أن بلدا كان فيه 1500 مليار دولار تذهب هباء منثورا ولا نرى تحضرا ولا اقتصاد يسوى مليار دولار خارج قطاع المعروقات ومشتقاته؟ خويا علي يرحم والديك، انا العلم هذا اللي قريته ما نقولكش ندمت، لكنني عندما اعلم اتالم. اذا كان دراهم لا باش نجيبوهم لازم نستعمل لي زويسيز، نستعمل لي زويسيز. انا اتعجب من ماليزيا، ماليزيا يقول ماليزيا لا فيرجول تاع الجزائر، الفاصله تاع الجزائر في المساحه. الفاصله اخي علي، ما عندهمش كتله، ما عندهمش بلد كتله، اسمع عندي اخويا علي. جزر ارخبيل. نعم. هذه جزر لنكاوي تشوفها سبحان الله تعجب، بصح دايرين منها اقتصاد سياحي خويا علي. يقول نحن بلد بحجم قارة لم نستطع أن ننتج غذاءنا. نستنوا ونعطيو حقه ياكل ويشرب هو والبلد يدخل لها المداخيل، باسكو هذاك ما يدخل والو. ما راه يدخل والو. ريان. قال لك أنجزنا 4 مليون وحدة سكنية. متوسط عدد العائلات الجزائرية 5، معناه سكنتوا 20 مليون جزائري. واش بالخرطي هذا؟ حبوا يهبلوني انايا. هذه هي الحقائق اللي لازم نقولها لبعضنا البعض. إذا كان من هذه الحقائق تكون الهبة صح؟ ولا ما كانتش يبقى كل واحد الله يسهل عليه. طن الشينوي البوذي يبني لي الجامعة اللي نصلي فيها أنا وتقول لي أنجزنا، ماذا أنجزت؟ أنجزتم بناية يفترض أن الحرف التقليدية الأصيلة الجزائرية يعاد بحثها من خلال المسجد الأعظم. Il faudrait qu'on le dise. Haut et fort que nous sommes tous défaillants. فالمنيعة فإن مياهها من أجود أنواع المياه في العالم وأن قطنها من أجود أنواع القطن في العالم أفضل من قطن المصري.